اسعد الله اوقاتكم متابعي ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من سوق الاربعاء الغرب نواحي القنيطره. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل، هذا اب والام اللي محروق على الابن ديالهم اللي كيبلغ العمر ديالو 26 سنه، تغيب هذه شهر و12 يوم. كتقول اول عيد الام، كتقول اول عيد انا دوزته بلا ولدي اللي محروق عليه، ما عرفتوش اي حي ولا ميت. غادي نعرفوا قصه ديال هذا الشاب اللي هو موجز وتغيب في ظروف غامضه اللي ما عارفينهاش. غنسمعوا هاد القصة. مرحبا بك سيدي، ومرحبا بالأم ديالو، ومرحبا بك لالا، ومرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو لأنك تستحق تبارطاجا. غنبداو معاك أنت الأب ديالو. قول لينا سيدي، عاودنا القصة ديال الإبن ديالك. الدري ولدي مني جولو نهار اللي كان لعب المنتخب مع جويه الجوج، المهم كان يتفرج في الماتش، هو تسالى الماتش، ومني سالى الماتش مع الجوج جا للدار هز الحويجات لهنا، وهذيك الساعة زاد من تما ديك الساعة مشتو. جوج ديال الليل وجوج ديال الصباح. لا جوج ديال الصباح، ديال الليل هي هذيك. ديال الليل باش يصبح الصباح. الصباح الصباح. نعم من تما ما عاودش شي والو. لا ما شفتش. الناس ما تا ولا لا خبر. لا 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 لا. والو. لا ما سمعنا لا والو. واخا، واش هو كان عنده شي مشكل كان عنده؟ لا لا ما كاين حتى مشكل لا مع الدراري ولا معنا حنا ولا مع أي واحد. نعم. كان خدام شنو كان كيدير؟ الدراري كان عنده موتور تريتور. ترونبوتو كان نقلب بلايص من هنا من السبع للسقليربعة الفيلاج. نعم. باع الموتور. نعم. ما شاورناش جا باع الموتور. صافي ملي باع الموتور دارو تحت منه فلوس تحت منه الله اعلم، وشوف ما نعم هي هذيك. نعم. باع الموتور دار فلوس تحت منه، ما مشاورناش ولا قال مثلا انا غنمشيش بلاصه هذا، خرج هذيك هي خرجت. ذاك النهار اللي غيب فيه واش هضرتي معاه تكلمتي معاه قبل ما ي... لا اخر مره شفتيه قبل ما يغيب؟ لا وقتاش؟ قبل الماتش كان معايا في الدار، كنت هنايا قبل الماتش هو اللي بغينا نوصلو. اي كنا في الدار عادي قعدنا، يقول له كان السوق انا كنمشي للخدمه للعمل. نعم. قعدنا كلينا كدا، قلت له وصيتو ملي كنت غادي للخدمه وصيتو على مو وعلى خوتو بحال العاده. بحال العادي نيش عادي. مشيت انا للعمل كتصوني لي فجاه كتصوني لي مرا قالت لي ولدك راه نخرج نهار فلان الفلاني الساعه الفلانيه راه خرج ما ولاش رجع. قلت لها عايني واحد شويه ربما يكون عاه خارج الشبريسه ولا هذا ويرجع، هو مع طول المده وحنا نتصلوا بكم. نعم الله يرحم الوالدين. مرحبا سيدي. الام دي اعطي الام ديالو. السلام عليكم لالا، وكيف ما قلتي لي قبل قلتي لي انا محروقة على ولدي، كرميك الله يخليك لالا، قلتي لي انا ولدي محروق عليه. انا محروقة على ولدي. نعم. خرج؟ لا انت اللي هزتي، انت اللي بين السؤال، انت. نعم. انا محروقة على ولدي، ما عادش معايا وصبرت عليه شهر وعشر كاع، ولدي ما بانش. انا دابا كنشوف ولدي، كنطلب ولدي، لا كان حي يبان، كان ميت يبان. راني قلبي محروق عليك ولدي، ما غيرك حد. ما هولك حد، ما هدرك حتى واحد، اكتي كتسمعني الله يرضى عليك، راه تمرلي معايا ومرضي مع بواك، ما تيش مسخوط لا نقول ولدي مسخوط، ولدي مرضي معايا، ولدي هو كان هازني، أنا كنت مريضة بالسكر، ولدي اللي كان هازني، ديني الطبيب يجري بيا، ما كيخليكني حطني، راه تمرضي يا سي محمد، كنتي سمعني وليدي، حس بيا وتعالى العاد مهمتك، رانا ما عيتش كي الناس، رانا ما ضحكتش كي الناس، رانا يا مقهورة من جيتك وقلبي محروق عليك أولدي. انا محروق عليك ولدي يا سي محمد، كنتي سمعني الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ولدي، راه خوتك وحبابك وكلشي مهول عليك، كلشي كنقلبو عليك، كنتي ولدي غادي تحارلي الله يسهل عليك، كنتي هنايا الله يسهل عليك، اجاوبني ها الو نسمع الصوت ديالك وقلبي غادي يرتاح، نسمع الصوت ديالك يا سي محمد ولدي، لا تحركتيني بزاف، لا تشويتيني. نعم واخا بغيت نسويك شريفة، هذاك النهار باش كان معاكم قبل ما تغيب شنو كان قال لك، شنو كان عاود لك؟ انا ولدي ما هضرش كاع معايا داك النهار، خرج نهار الاربعاء في الصباح يخرج يخدم، لعبت الكره مع 12 ديال الليل، جات الجوج
مني انا ما فقتش بيه، ما فقتش بيه. مني دخل حل عليها خوه الدري الصغير حل عليه، قال لي ما دخل مع الزوج لا هو خلا ديك الساعه خرج ما دينا له حتى اهل. سنيتو نهار الخميس باش يجي ما جاش. صافي نتوما وانا كنقلب عليه الان. شو كان لابس ديك النهار؟ لابس تريكو كم بودي، لابس زرق، ولابس السروال ديال الجين زرق، ولابس السبرديه اللي دا من الدار. دا جلابه ديال الجباله غليظه، ودا شاقيطه غليظه، ودا جوج تركيات نصكم. هذا اللي دا من الدار. هو ما كانش كيف كا في الحريق؟ عمرو ما قال جبد معايا مويا نحرق ولا غادي شي بلاصه، ولا عمرو جبد معايا هذا الموضوع. وعمرو ما غيب عليكم؟ عمرو ما ابدا، عمرو ما هضر معانا ولا خلاها فينا ولا كان يقلقنا ولا ولدي مزيان معانا. عمرو خلاها في قلبنا ولا استقر مع بوها ولا استقر معايا ابدا. ولدي كان حرير معايا، كان معايا بنت ما كانش معايا در. شحال ديال الوليدات شريفه؟ نعم شحال ديال الوليدات؟ عندي ثلاثة الوليدات. هو الكبير في خوته، هما جوج عندي وهو الكبير. ما عندي لا بنت لا والو، هو كنت دايره امي، دايره اختي، دايره خويا، دايره ولدي، دايره راجلي، دايره اي بلاصه كنت مسنده على ولدي. دابا ولدي خوا بيا، انا ما عرفتش ولدي واش حي، ما عرفتش ميت، ما عرفت المشكل ديالو كيفاش. انا بغيت نعرفها ولدي، ولا كان كيسمعني يخسر عليا الو، يقول لي مرة انا في هذيك البلاصه ما هنقلبش عليه، غنبقى مرتاحه من جهته. دابا انا مشوقه من جهته وانا مريضه، ما عرفت العمر فوقاش. انا بغيت ولدي بالي، انا بغيت ولدي يجي عندي ويجي خوتو، كلشي كلشي كيبكي عليه، كلشي مقهور عليه، خلانا واحد الجرح اللي ما يبراش. ولدي راه قهرني بزاف، ولدي راه اللي توحش، ولدي هو اللي عندي، وانا ولدي هو اللي كنكساه. ولدي راه حرقني، ولدي راه شواني، ايقول لي يا الو خسر عليا امي رانا في هذيك البلاصه، مشى لصبانيه الله يسهل عليا خسر عليا الو. هذا اللي كنطلب من ولدي، انا ما كنطلب منه حتى شي حاجه. كان هنا يجي الخيمة، كان هنا يجي لعند خوتي ويجي لعند امو، رانا مريضه يحس بيا شويه، يقول امي ما عرفتش واش من مورايا، ما عرفتش واش يوقع لها من مورايا، ما حش بيا مره ولدي. ودابا انا كنطلب ولدي اللي كان يسمعني يجي لعند خوتي ويجي لعند امو، بوه راه مقهور عليه، امو هكا كنحنا مشويين عليه. وتعاوننا هذه شفتي غير الله يرحم بها الوالدين، تعاوننا الله يرحم بها الوالدين. واخا سيدي شنو كتوصل؟ عطي سميتو شتي مشي الصوره. واخا شنو كتقول للابن ديالك هاسي؟ يجي لمحالهم، حنا ما غاديش نقولوا له حنا قادين براسنا هازنك، حتى ما تتخصص شي حاجه حتى من خوتك، حتى من خوتك. والكبدة هذه راه لا ما كتعب علينا لا خدمة لا عيد كي الناس، المهم راه ربي العالم بينا. واخا شنو الاسم ديالو؟ قول الاسم ديالو كامل الله يخليك. السي محمد البطيوي. نعم شحال عمره؟ 26 عام. شوف لابس بودي، بودي زرق، حيت مو حيت مو واخا عاودي، حيت مو هي اللي عارفه نهار اللي خرج لها الحوايج. ولدي نهار اللي خرج لابس تريكو، تريكو بودي زرق، ولابس السروال ديال الجين زرق، ولابس سبرديله، لابسها بالشيبي والبيض. واخا قولها فكر الرقم، الرقم ديالكم التليفون اللي شافوا تعرف عليه. شو اللي تعرف عليه الله يرحم بها الوالدين، اللي تعرف عليه الله يرحم الوالدين، الرقم ديال باه هي 06 80 30 03 03. واللي شافوا الله يرحم بها الوالدين، قول له والديك راه المهم راه ماهماش في الرعشة شاد الراحة هذا، الله يرحم الوالدين. شكرا شكرا. لا لكني يعني شكرا الله يرحم بها الوالدين. اذا كيف ما تعرفتم، اذا كيف ما تعرفتم انا متابعين الافاضل، فهذو الابوين ديال الشاب اللي كبر العمر ديالو 26 سنة موجز، كيطلبوا والديه كيقولوا حنا دوزنا عيد بلا بك حر، فالله يجزيك بخير ولدنا. إذا كنتي كتشوف فينا أو شي واحد تعرف عليك، فالرقم ديالنا هو 06 80 30 03 03. عويد الرقم 06 80 30 03 03. فالله لا دعاء جمع حسين، فكنتمنى اللي تعرف عليه أو شافو هذه هو الصورة ديالو. فشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء، وكنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو، إذا كنت تستحق تبارطاجا. إلى اللقاء. شكرا. مرحبا سيدي، مرحبا.